السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى كاني بكم تكونوا مزيانين وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. جبتوني في عين بوطابا، رجعت من جديد ليلى يعني، ولكن دابا جبتوني راس الشكا طاح في النهار قايله وجاو تقلب. دابا شوف اخوتي الدنيا خاويه وسكات، والنسمه ديال الغابه يا سلام يا سلام. جبا في هذا الشيء هذا اخوتي، شوف اخوتي شوف، يا والله يعني النهار اللي كنا جيناك وجيتني هنايا ما كنت كنعرف ولا هذه واحد السيد، وجيتني هنايا نهار الحال كانت الدنيا عامره شويه. شوف اخوتي شوفوا على سكات، جينا نسقيو وقال لك حقا كيعمو في الصباح بكري من 8 ل 12 حد 12 صافي، يعني جبنا الدنيا خاويه. تصور شي اللي كيعمر على حساب الماء ما كاينش. شوف اخوتي شوف لا العظيم صباح حسن ما كاينش بحال الغابه، صباح سكات يا والله. شوف المهم اخوتي خليكم معايا اخوتي، وصباح خساره كنا نزيد نوريكم تا في العين. صباح كيعاودوا على العين مزيان، انا بزاف الناس ديك كلاوي اللي ماتم كلاوي كيعاودوا على العين مزيانه صباحا، الناس اللي ماتم كلاوي الماء نينا مزيانين اي والله. خساره ما جبناش المهم، نجو غدا ولا بعدو اي والله. المهم خليكم معايا اخوتي نزيد نوليكم، واخا سبق لي وليتكم نزيد نوليكم شي بلايص مزيونه هنايا اي والله. المهم خليكم معايا اخوتي. كتشوفوا اخوتي من العين بوطابا من الغصات فرنسا، جبنا العين ديال بوطابا جبنا مجدوده، عندهم واحد مده من 8 الصباح حتى 10 الصباح صافي كيشدوا، يعني السيد اللي كيقول لك عما ما كاينش تماك. وجينا هنا الغصه ديال فرنساوي العين فين هما، صراحه العين مستوى اخوتي الماء مستوى، الناس اللي مغاطين بكلاوي كيجيو ربي الشفاء بهذا الماء هذا. انا سنقول لكم الماء مستوى اخوتي، كنصحكم تجيو لنا تعموا الماء، يعني البلاصه هذه باقي معروفه شي بزاف هنايا. اي والله اخوتي شوفوا على المناظر، شوفوا على المناظر اخوتي، شوفوا اخوتي الطبيعه وحصل الناس من الشتا. شوفوا اخوتي شوف حضروني عينكم اخوتي، ها والله المنظر مزيوج مالنا الشتا. يا سلام يا سلام يا ولدي. وتحيه خاصه في هذا المنبر هذا نخي طنجاوي ديالنا اللي غايب علينا، واي واحد كنشكروه اختي ساره من فرنسا، اختي امينه من كازا، والاخوه ديالنا كاني ما نساهمش. اي والله يعني ما كتكونش سقيتوا هذا الماء هذا صراحه، تشكروني عليه تجون طنجة وما تنساوش هذه فرنسا الغابات فرنساوي، يعني صراحه شي حاجه مستوى وطوب. اي والله اخوتي المهم اخوتي خليكم معايا مع المنظر هنا، يعني اصلا سبق لي جيتني هنايا وما كنتش جيت صوت البلاصه هذه، يعني جيت عفوا البلاصه هذه صراحه بلاصه مزيونه بزاف. اي والله المهم خليكم معايا اخوتي وفوجا ممتازه. We'll be right back.